السخاء والكرم. عن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا سلفا. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا أمر مؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين. إن أصابة السراء سكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له.